الحمد لله رب العالمين الذي جعل في الجهاد والتضحية طريقا للعزة والكرامة وحفظا للأوطان والأمة وصونا للأعراض والممتلكات وعلوما للحق وإذلالا للباطل وأهله. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: ما من مؤمن يبلغ في سبيل الله والله أعلم بمن يبلغ في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. أما بعد، الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي شعبة الرعاية الاجتماعية ومصابين الأبطال، أرحب ضيوفنا الكرام ترحيبا حارا، وعلى رأسهم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الرف محمد رسام المنتصر. وأرحب بالأخوة قادة الوحدات ورؤساء الشعب والضباط والصف والأفراد جميعا، أرحب بكم أجمل ترحيب. الحفل الكريم، تأتي هذه الفعالية الاحتفالية بمصاب المنطقة العسكرية السابعة في ظل أوضاع بالغة التعقيد على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي. فعلى المستوى المحلي يتمادى الحوثي في جرائمه ضد شعبنا، ولعل تفجير الرداء شاهد على الثقافة الدموية لأنصار المسيرة الشيطانية. وعلى الصعيد الإقليمي، إجماع العالم بأسره على إبادة شعب أعزل في بقعة من الأرض لا تتجاوز عشرات الكيلو من المتران. ورغم كل هذه المعاناة، إلا أننا نعلن للعالم أجمع إننا صامدون وعلى تحقيق أهدافنا عازمون رغم كل هذه التضحيات، كي تخرج العظمة من رحم المعاناة. الحاضرون جميعا، لقد سعينا في شعبة الرعاية على بذل الوس في سبيل تقديم الخدمة لكل مصاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ولعل الصندوق التكافلي الموضع الفريد لتلبية ما يحتاجه المصاب بحده الأدنى. وكان صاحب هذه الفكرة الشهيد القائد الفريد الرب أبو منير ناصر الدريباني رحمه الله تعالى. كانت الفكرة عندما كان قائدا للمنطقة العسكرية السابعة في عام 2017، وقد استأصلت بقية المناطق هذه الفكرة وأنشأت صناديق تكافلية مماثلة.
اسمحوني أن أضع بين أيديكم رسالتين اثنتين فقط. الرسالة الأولى أقدمها لأبنائنا وتاج رؤوسنا جرحان الأبطال الميامين. اعلموا أنه بالتضحية والفداء تحفظ الأوطان وتصان الكرامات وتبنى الشعوب ويعلو الحق وتسود الفضيلة. ولولا تضحية الشهداء بأنفسهم وبذل المصابين لأجزاء من أجسادهم ورباط الأبطال في الثغور بعد الله سبحانه وتعالى لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أيها الأبطال، مقامكم عند الله في السماء عالٍ، ولن يوفيكم أجركم إلا الله جل وعلا. ولذا مطلوب منكم أن تسموا بأخلاقكم وتعاملاتكم لتتناسب مع ذلكم المقام الذي شرفكم الله به، وأن تمروا قدما في التأهيل والتدريب. الله الله في استغلال الأوراق في النافع المفيد، والحرص على مواصلة العلاج الطبيعي لمن كان لا زال بحاجة إليه، واستكمال الدراسات الجامعية والأكاديمية، فإنما المرء بأسغريه قلبه ولسانه. فمنكم نماذج ترفع الرؤوس، وكلكم نماذج لا شك، نماذج في تحدي الإعاقات ومواصلة التعليم. فمنكم من تأهل في فنون المعرفة المختلفة، ومنكم من أكمل الدراسات الجامعية، ومنكم من يحضر رسالة الدكتوراه. فالله الله في العلم والتعلم. الرسالة الثانية إلى قيادتنا العليا، نشكر لكم تفاعلكم مع ملف الشهداء والجرحى، ونحن على يقين أنكم لن تعلوا جهدا ولن تدخروا نصحا ولا فرصة تستطيعون من خلالها خدمة جرحان الأبطال إلا واغتنمتموها. وإلا نضع بين أيديكم جملة من المطالب. أولها انتظام صرف المرتبات للأخوة المعاقين وأسر الشهداء بصورة شهرية منتظمة. أول المطالب انتظام صرف مرتبات الأخوة الشهداء والمعاقين بصورة منتظمة. اثنين، إخراج مشروع تصفية غرف الشهداء والمعاقين إلى حيز التنفيذ. ثلاثة، وفق الأولوية في الكليات العسكرية والمنح الدراسية للمعاقين وأبناء الشهداء. أربعة، إنشاء معهد خاص بتأهيل معاقين الأبطال يتأهلون في جميع الفنون والمعارف كلا بما يتناسب مع إصابته. والمطلب الأخير، إنشاء مدينة سكنية لمصابين الأبطال وأبناء الشهداء تكريما ووفاء لتضحياتهم. وختاما، نجدد الترحيب بضيوفنا الكرام كلا باسمه وصفته، ونشكر لكم حضوركم وفعالية مصابين الأبطال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
حبيت اشارك خمسه ابيات نكتب فلسطين وما يجي فيها. قال مشتاق يا قدس نتشارك همومك معا. قضيتك والله اني عندي اول قضيه وراكم ايش نعمل الحكام شويه هلا لا عاد نخوه ولا غيره ولا تحميه. المصر والاردن اللبنان سيدي حسن اين العراقين والمغرب زيهم زيه لا حد يقول في صنعاء ولا في عدن. نحن تقدم الله لهم الاهلي. لا حد يقول في صنعاء ولا في عدن. نحن تقدم الله لهم الاهلي. اعوذ بالله من اسرائيل فتح اليمن عليها ودتم على اسرائيل زايد شوي. أعوذ بالله من إسرائيل فرع اليمن عليها ولدتم على إسرائيل زايد شوية باسم النبي والبيته والحسين والحسن بيجبون النفوس الطاهرة والبرية. هولك بيسعوا لكي يمحوا هوية وطن وإحنا بيسعوا لتدمير الوطن والهوية. عشر رمضان رمضان ذيك اللي جاهد فيه رسول الله سلام في ليلة الثالث عشر رمضان رمضان ذي كان يجاهد فيه رسول الله في بدر يوم انتصر على الظلم والطغيان وحطم المشركين وانهى عدو الله وجرحوا عدد من رجال المصطفى العدنان. لكن نبي الهداية ما ترك جرحاه داواه حتى شفاه الواحد المنان لم يهمله في زمانه مثل ما هملناه. تحيتي للجريح ما هلت الأمزان وللمعاد المعاد حياه يا حياه هذا البطل اللي زار في داخل الميدان ولكن الدرس لأعداء الوطن وعداه قاتل وجاهد عدو الله ظنب إيران محلى الجهاد في سبيل الله يا محلاه. ما خاف من هرمة الحوثي ولا قهران ما خاف من هرمة الحوثي ولا قهران بالرغم
ولم يجادل مع زعطان أو علان ولا لأجل المناصب والكم والجاه، وإنما في سبيل الواحد الديان نفسه وماله وروحه باعهن لله، لأجل العقيدة دون الروح والأبدان، ولأجل الوطن ما يهمه لو يصب دماغه، لأجل العقيدة دون الروح والأبدان، ولأجل الوطن ما يهمه لو يصب دماغه، قلبه بحب العقيدة والوطن مليان، بالرغم من كل ما عاناه وما لاساه، ضحى من أول وعاد مستعد الآن يسوي أكثر من اللي كان قد ساواه. هذه مبادئ ولن تبحى مدى الأزمان، من مبدئه صح ما يمكن يبيع مبدأه. هذه مبادئ ولن تمحى مدى الأزمان، من مبدأه صح ما يمكن يبيع مبدأه. هؤلاء معادين في الأجسام والأبدان، يعني فقد كل واحد بعض من أعضاء، ما هم معادين في المبدأ ولا الإيمان، ما هم معادين في حب الوطن وابنائه، ما هم معادين في موقف وطن وإنسان، ما هم معادين نفسيا ولا حتى مبدأه مرفع وأعلى من جبل هيلان وأقسى من الصخر ما تخضع لغير الله. مبدأه مرفع وأعلى من جبل هيلان وأقسى من الصخر ما تخضع لغير الله، ما لا تأثر عليهم وسوسة شيطان، وكلام نرجف يزيد الآه فوق الآه، ما با يضيع عليهم أجرهم خوان، كلين عارف مساره وينه ممشاه، هم لم يقوموا بما قاموا لأجل فلان، أعمالهم كلها كانت لوجه الله، للحرية والكرامة لأجل لا نهتان وجنة الله، هذا اللي بيتمناه. لكن نبى من رئاسة هيئة الأركان ومن الوزير حقنا فيهم يخاف الله، لكن نبى من رئاسة هيئة الأركان ومن الوزير حقنا فيهم يخاف الله. أكبر ألم للجريح مشكل حال الإنسان، وخاصة لا جراحا في سبيل الله، ولكن أكبر ألم عند الجريح إخوان إلا أهملت القيادة وصقعت إنسان. ولكن أكبر ألم عند الجرح إخوان إلا أهملتها القيادة وصقعت إنسان. مشكور يا ابن عزيز، مشكور يا سلطان، وللوزير حقنا يا ليت من يلقاه، نقول له للأقل المكرمة سلمان، وين المعاش إلى ذي الحين ليش مده، والعفو لأخطيت أو زليت باللسان، صلوا على المصطفى طه رسول الله. السلام عليكم. النصر القادم والمعنويات العالية والهامات الطلاب في السماء يدير الإيران تحت أعداد الجمهوريين بإذن الله، وبيننا وبينهم أيام قريبة. لأبطالنا نقول أنتم للشعب قد كنتم له مثل العيون تحاول الأجفان، من لا أرسلة فإن جراحه هي خير أرسلة على الأبدان، أهناك أعظم من وسام دائم ناله أطاله في الميدان. إلى كلمة التوجيه المعنوي مع الشيخ الفاضل محمد الهادي فليتفضل. السلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين. الأخوة الحاضرون، حياكم الله جميعا، ونشكر لكم حضوركم لهذا الحق الكريم، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني المفاضلين، أحيي الأخوة الذي شرفنا بحضور كل باسمه وصفته، كما أحيي أخواني الجرحى والمفاضلين تحية إجلال وإكبار كلا باسمه وصفته. أما بعد، فلقد ضحيتم في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا ولا المال ولا الجاه ولا السلطة، ولذلك هانت عليكم تلك التضحيات، وذبتم في الأوقات العصيبة التي تفارق فيها الكثير من الناس، ولقد أقسم أعداؤنا أن يحاربونا من كل جانب حتى يجعلنا ملين ونكتف، وجعل ملف الجرحى والشهداء أول أهدافهم وأهمها، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عظمتكم في عين العدو
إلا أن تثبتوا في كل الميادين اقتصاديا وعسكريا حالكم قد بذلنا الروح فلن ننهل من أجل لقمة عيش كلا والله ما خرجنا إلا ونحن نعلم أننا سنواجه كل أنواع التضحيات والبلايا والفتن لأن طريقنا شاق وهدفنا عظيم وغايتنا أسمى غايتنا لا وهي رضا الله ونحن على يمين أن ونحن على يمين أن من سلك هذا الطريق لن تقدم له الورود ولن نخطط له الجماهير بل سيعاني ويبتلى بشتى أنواع الابتلاءات كما عانى الذين سبقونا من إخواننا الذين سلكوا هذا الطريق من يوم أن بعث رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله فلو كانت الدنيا دليل لحب الله للعبد لا أعطاها لأحب خلق الله إلى الله ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل كان يجوع يوما ويشبع يوما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز ماء الحنظل ولكن مع ذلك يجب أن نعلم علم اليقين أن ما قدمنا وضحينا في سبيل الله ما هو إلا واجب ديني فيجب علينا التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة حتى لا يحبط عملنا عند الله فهو غني عنا واختياره لنا بهذا الابتلاء لهو محض كرم منه جل وعلا وكذلك اختبار منه وتمحيص وسيعوض ما يقضينا وصرفنا خيرا مما فقدنا يجب علينا التفاعل الايجابي مع الاطباء الزائرين واطباء التجميل والعلاج الطبيعي وان نهتم بالتاهيل والتدريب وتاهيل انفسنا ذاتيا واستكمال الدراسه والتعليم في جميع الجوانب لكي لا نكون عاله على المجتمع. الاخوه الكرام الحاضرون جميعا اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم عدة رسائل. أما الرسالة الأولى فلإخواننا ورفقاء دربنا وطريقنا المرابطين على الثغور. نقول لكم لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلقد اصطفانا الله لهذا الطريق من بين الكثير من الناس فله الحمد والمنة. أرآنا لائقين بهذا الشرف العظيم والمنزلة الكبرى وهي الجهاد والتضحية في سبيل الله لقوله سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ألا فاثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واطمئنوا فالله معنا ولن يتركنا أبدا ولا غالب إلا هو قلوبنا معكم ودعواتنا لكم في صلاتنا وسائر أحوالنا فلن يشعر بكم أحد أكثر منا هذا طريقنا ولقد عهدنا الله أن لا نتخلف ولا نستكين ولا نتوانى في التضحية والفداء بالمال والنفس في سبيله وإعلاء كلمته والله حسبنا ونعم الوكيل وإنه لجهاد نصر أو استشهاد وتحية طيبة مباركة لكم. أما الرسالة الثانية فهي إلى كل من ولاهم الله أمرنا ابتداء من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس إلى رئيس الوزراء إلى وزير المالية إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى كل من ولي من أمرنا شيء نقول لكم نحن على علم بالمؤامرة الكبيرة على وطننا وشعبنا الحر الأبي ولكن هذا لا يعفيكم أبدا من أداء واجبكم نحونا والاهتمام بملكنا ملك الشهداء والجرحى الذين تربعتم على تلك المناصب بتضحياتهم وأشلائهم
فهو أقل ما يمكنكم فعله، ولن نسامح أحد قصر في خدمتنا وهو قادر عليها أو أخذ شيئا من حقوقنا. ولتعلموا أنكم ستقفون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أما الرسالة الثالثة فهي لأعدائنا، وعلى رأسهم كبيرهم المجرم الدجال الإرهابي عبد الملك الحوثي وأعوانه، قائلين لهم: لن تستطيعوا تحقيق آمالكم، ولن تصلوا إلى غاياتكم وأهدافكم الظالمة الباغية المستبدة في أرضنا ووطننا وبيتنا اليمن الكبير، طالما نحن موجودون بعد الله القوي العزيز. وسنتصدى لكم في كل الميادين، وسنثبت أمام كل حروبكم ومخططاتكم الوضيعة، ولكم بنا سابق علم، ولن تستطيعوا لا أنتم ولا أحد من أعداء وطننا الحبيب أن يثنينا أو يحيدنا عن أهدافنا الثانية. وسنتصدى لكم بحول الله وقوته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وختاما، يطيب لي في هذا المقام نيابة عن إخواني الجرح الميامين أن نشكر كل رجل حر مخلص في هذا الوطن من قيادتنا دبلوماسيا كان أو عسكريا أو مدنيا، سعى جاهدا مخلصا من أجل أن يحقق العدل والمساواة والتنمية، وحافظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، وأوفى بعهده وقام بواجبه ومهمته على أكمل وجه، ولم ينتظر شكرا من أحد. ونخص بالذكر سلطان مألف الرجل العظيم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الدكتور سمير حمود بن عزيز، وكل الرجال الشرفاء المخلصين قيادة وأفرادا كلا باسمه وصفته. ولا ننسى أن نشكر قيادة المنطقة السابعة وشعبة الرعاية الاجتماعية ورئيس شعبتها وكل من قام بتنظيم هذه الأمسية الرائعة وبذل الجهد والوقت، سائلين الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يعجل لشعبنا وأمتنا الجريحة المكتومة وإخواننا في فلسطين النصر والتمكين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ويبارك لنا في هذا الشهر الكريم، ويجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعله شهر عز ونصر وتمكين لنا ولإخواننا المسلمين بغزة وفي كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لشهدائنا وموتانا والشفاء لجرحانا ومرضانا وجميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على لسانهم نقول: فإن جرحوا فقد جرحوا المعادي، وجرح بالمعزة يستطاب رجال، إن أصابتهم جراح مضى بالجرح يحتفل المصاب. إلى مقطوعة أخرى لفناننا الرائع الكبير محمد الشراعي. وطني على الملائكة
يا قادة الأجيال عنكم في غد ستظل تحكي عنكم الأجيال وبكم ستبنى دولة يمنية ولكل عصر دولة ورجال. إلى كلمة الضيوف يبنيها قائد المنطقة السابعة اللواء الروك محمد رسام المنتصر فليتفضل. الأخوة قادة الوحدات، الأخوة رؤساء الشعب، الأبطال الميامين الجرحى والمعاقين، الأخوة الضيوف الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك نترحم على شهدائنا الأبرار، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم الفردوس الأعلى في الجنة وأن يعافي جرحانا ومعاقين الأبطال وأن يفك عن أسرانا المعتقلين من سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية. إنها لمناسبة عظيمة أن نلتقي بأبنائنا وإخواننا الشجعان في المنطقة العسكرية السابعة الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى هذا الوطن الغالي. أيها الأبطال، أنتم الشهداء الأحياء الذين قدمتم جزءا من أعضائكم وصحتكم في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن وفي سبيل دينكم وكرامتكم وحريتكم. إن الجريح المجاهد هو ذلك الفرد الذي ذهب إلى ساحات الجهاد في سبيل الله دفاعا عن دينه وعرضه وكرامته، فواجه تنظيم ميليشيات الحوثية الإرهابية بكل عزم وثبات وصبر حتى جرح. وهذه الجراح وما هذه الجراح إلا دليل على ثباته، ولولا الثبات في مواجهة العدو لما جرح. وللجريح فضل عظيم وثواب كبير عند الله، كما قال نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: من جرح في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه لون الزعفران وعليه طابع الشهداء. الجريح من أكرم الناس أخلاقا كيف لا، وقد ضحى بأغلى ما يملك في سبيل الله من أجل كرامة أمة بأكملها. أيها الأبطال، إن كل رجل مفتورة ويد مقطوعة أو عين مفقودة هي وسام يعتز بها كل أبناء الشعب اليمني الذي ينتظر الخلاص من تنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية. أيها الشجعان، إن الدماء التي قدمتموها في ميادين العزة والشرف ضد جماعة الحوثي الإرهابية لن تذهب هدرا، وكلما قدمته القوات المسلحة من شهداء وجرحى ومعاقين ومصابين لا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الشعب الأصيل المكافح. وعليكم أن تشعروا بالفخر والعزة لما قدمتموه من أجل شعبكم ووطنكم ودينكم. أيها الأشاعث الأبطال، أيها الأشاعث، ستظلون فخرا للمؤسسة العسكرية عموما وللمنطقة العسكرية السابعة خصوصا، ومثالا يقتدى به في الإقدام والتضحية
فأنتم تاج على رؤوسنا ومحل فخرنا وعزنا وتكثيرنا. أيها الأبطال، من المعروف أن للجريح أوقاتا طويلة وهو بحاجة إلى سد فراغها من خلال قراءة القرآن والتعالي والتسبيح والمحافظة على أداء الصلاة في وقتها وقراءة الكتب المفيدة. فالجريح والإصابة ليست نهاية الطريق، وإنما هي انتقال من ميدان إلى ميدان آخر من ميادين الجهاد والدفاع عن الدين والوطن. وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لقيادة وزارة الدفاع ممثلة بمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد التاهري ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور زغير حمود بن عزيز على ما قدموه ويقدموه من دعم للقوات المسلحة العامة وللمنطقة العسكرية السابعة خاصة. كما نشكر ونثمن جهود أشكائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني. الخلود والمجد للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، الحرية للأسرى والمختطفين، العزة والمجد والرفعة لأمتنا العربية والإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقائد المنطقة على هذه الكلمة التاريخية المختصرة والفكرة الأخيرة، تأبى طفلة من هذه الجمهورية، طفلة تأبى إلا أن تشارك مشاركة شعرية قصيرة اسمها أمجاد أحمد. تحية لصغيرتنا. أنا أنتني لولا وطن، أنا لا أعرف لك، أنا عاري طول الزمن، أنا لم أكن عبدا له في أرض صنعاء غدا، أنا شاعر، أنا كاتب، أنا مبدع في كل فن، أنا لن تجلت حكمتي وقت والعيا والمحن، وإلى الموت تهيأوا وأتوا لشعار الفتن، فلتوف عنهم مسرعا كي أبتلي أحلى كفن. المعاقين كرمتم الوطن فاستحققتم التكريم العظيم. ننوه انه سيتم تكريم المعاقين على اركانات رعايه الوحدات، فليبقى الاخوه المعاقون في اماكنهم حتى يتم المرور عليهم من قبل القياده التي ستكرمهم، وذلك بعد السلام الجمهوري. وسيبقى نقض قلبي يا مريم.